مرة واحدة بس ايه جزء من سؤال، يعني سؤال اسال ايه وبيه على الاجزاء الجيب، وطبعا نتكلم عن اناليز الميتروبيا والبريستيوبيا خمس درجات. انا عايز ديفينيشن وبيني تفكير او ديفينيشن ويتيار تحديدا طبعا، يعني هو هنتكلم هنا سطرين وهنا سطرين وهو كان خمس درجات بس، ودي كانت حاجه نادره جدا. لكن هو مين المواضيع دي كلها؟ مين دي؟ قولوا. طيب يعني ايه انايز ميتروبيا؟ انايز ميتروبيا عندي عين بلس 6 عين 0 انا كده انايز ميتروبيا. عندي عين ماينس 3 وعين بلس 4 هتبقى ماينس وبلس، يعني اذا عندي عين مايوتيك وعين هايبر ميتروبيا. ماينس 3 بلس 4 يعني فرق اكثر من 4 برضه، انا كده انايز ميتروبيا. اذا انايز ميتروبيا هي ايكوال ديفرنس في الايرور بين بوز ايز اكثر من 4 ده. وقد يكون الموضوع ده هيرتبط بكذا توقيع، يعني انا عضو وراثيه او انا اتولدت كده، يعني ربنا خلقني عندي عين اكبر من ثانيه، فعين مايوبيك قوي والثانيه لا، او ثانيه ما فيهاش قوي اصلا. المهم اذا قد يكون احتمال مولدي كونجنتال او هيرتبط فاكتورز. الاحتمال الثاني اللي يكون بني ادم جاله كاتراكت في عين واحده، فشلت له الكاتراكت من العين دي، فبقى عنده افيكيا ان وان اي، يعني ابسنس اوف لاند. وبالتالي هنا لما هاجي اصلح العين اللي ما فيهاش لينس دي اللي هي افاكك، هيحتاج نضاره بلس عشان اعوض اللينس، بس النقص عالي قوي، فيبقى عين الريفراكشن بتاعها زيرو اللي هي فيها اللينس ربنا خلقها لنا الطبيعيه، والعين الثانيه مثلا تبقى بلس 10 اللي هي العين الافاكك. اذا يوني لاترال افاكيا من الاسباب المشهوره جدا للانايزوميتروبيا، اكوايرد انايزوميتروبيا، يعني حاجه حصلت كده ما كانش في ايرور اصلا، لكن لما شلنا اللينس بقى عنده انايزوميتروبيا. طيب المشكله فين؟ كانت البيكتشر لا لا ايه الفرح اللي ورا؟ طيب البني ادم ده مشكلته فين؟ هو لما يكون عنده ايرور ان وان اي اكتر في الثانيه بكتير، فهو بيحاول دايما تفعل البرين بتاعنا والسيشن دايما بيحاول يحسن نظره على قد ما يقدر. فاذا محاولات تحسين النظر ده بيكون بسهوله ان هو بيعمل اكوموديشن زياده، او بيحاول ياكواير ان يعمل سكويزنج في الاي ليز عشان يحسن النظر في العين دي، فده كله ممكن يعمل له استينوبيا. اذا العيان ده اللي عنده ديفرنس في الايرور بين بوث ايز هيبقى عنده الم في العين وحوالين العين استينوبيا، اذا الم بسبب ان هو بيحاول يحسن الفيجن بتاعه. ده غير طبعا ان البرين هنا هيصادف مشكله. دلوقتي البرين بيصادف صورتين بس مش زي بعض. صوره معقوله او كويسه من العين السليمه او العين اللي فيها ايرور قليل، صوره سيئه جدا من العين اللي فيها ايرور عالي قوي. فالبرين هنا مش هيعرف يركب الصورتين على بعض، فاذا يحصل ديفيكولت البينوكلاريتي، يعني هنا البينوكلار فيجن مش هيبقى عنده سليم، وبالتالي البرين كان ممكن يرجع لحل لو كان الموضوع ده في عين صغير، انه يسبريس العين دي، يعني نجلكت العين دي، وبالتالي هنا البني ادم ده معرض يحصل له حاجه اسمها امبليوبيا. اذا ديفيكولت باينوكلاريتي مع تعرض العين الاضعف للكسل او سبريشن حاجه اسمها امبليوبيا. طيب هو هنا فين السؤالين الاورال؟ السؤال الاورال الاولاني يقول لك يعني ايه انايزوميتروبيا؟ هو عايز يسمع الديفينيشن انه في ايرور في عين اكتر من الثانيه فرق يعدي اربعه ده. السؤال الثاني يقولك how to correct هذه الانايزوميتروبيا. بصوا بقى اي طريقه من الطرق اللي احنا نعرف فيها correct الايرورز مباحه هنا الا النوع واحد من الكوركشن ممنوع. كونتاكت لينسز ماشي. تزرع حدثه في حالات الافيكيا لو في عين واحده ماشي. لو كان الايرور عباره عن مايوبيا تعمل ليزك ماشي. في العين الاضعف طبعا. لكن كله الا جلاس. ليه؟ اصل احنا عرفنا معلومه من زمان جدا من ساعه ما خدنا لانس واتكلمنا على اليوني لاترال كاتراكت وما يصح اليوني لاترال افيك، اليوني لاترال كاتراكت يبقى اضطر اشيل لانس من العين الضعيفه، فانا العين ده معرض لافيكيا في العين دي، يعني ما عندوش لانس، فبالتالي
هنا من ساعتها قلت لكم not never glasses. من ساعتها احنا عارفين المعلومه دي، لان الجلاسز هي بتغير حجم صوره الرتنا بنسبه 33%. فلما يكون مقاس النضاره عالي قوي النسبه دي هتعمل افكت كبير على حجم الصوره. والمعلومه دي على فكره قلتها لكم في المايوبيا، فاكرين الست اللي كان عندها ماينس 20 راحت للدكتور سيد الله يرحمه وعملها نضاره مره واحده خاصه فرق، بس خلي بالكم ما كانش عندها المشكله دي لانها كان الموضوع بايلات، لان كل حاجه سرت لان العينين زي بعض. لكن تخيل بقى لو كانت في عين واحده بقى كمان، كان بقت عين شايفه الحاجه بحجمها الطبيعي وبالعين الثانيه كانت شافت حاجه ايه صغيره، فاذا الصورتين اصلا هيصير البريم ان ايكوال سايز، حجم مختلف تماما. وهنا عايزك تعرف معلومه ان النظارات الكونفكس بتكبر. بص الراجل ده العين دي مش محتاجه نظاره فصورته هتطلع بحجم الطبيعي على كده. بصوا هنا لو لابس نظاره كونفكس فاميلي سايز كبير جدا. بص بقى لو لابس نظاره بالماينس كونكيف بص حجمه قد ايه. ايه ده يعني؟ هي بتغير عموما 33%. فمع بلس عالي قوي يعني العين هتكبر، مع ماينس عالي قوي هتصغر قوي، فالصورتين هيوصلوا فوق ان ايكوال، فالبريم ما يعرفش يركب الصورتين على بعض. فالبني ادم طول ما هو لابس نظاره هيعمل حاجه اسمها الدبل فيجن او ديب بلوكي. ولا ممكن اعمل له جراديوال زي المره اللي فاتت؟ لا هو المشكله مش لو عملت جراديوال برضه هي النتيجه واحده، انه عنده عين بتشوف حاجه بحجمها الطبيعي والعين بحجم تاني خالص. الفكره مش في البريم هنا، الصورتين هيبقوا كده. الكلام ده جراديوال امتى؟ لما تقول الاثنين زي بعض هيتعود بقى خلاص ويتاقلم ازاي يتعامل مع العالم الخارجي في ظل الاحجام المختلفه عن الواقع. لكن هنا مش هيعرف يتعامل ليه؟ لانه عنده عين بتشوف حجم طبيعي والعين الثانيه هتفضل تشوف حجم مختلف خالص، فمش هيعرف مين الحجم الصح، مش هيعرف يركب، فيضطر يشوف كل حاجه اثنين. فاذا الماركت ديفرنس فرتنا الايمج سايز دي كلمه مهمه قوي اسمها انايزوكرومي. خدتوا بالكم من حاجه؟ الموضوع نفسه اسمه ايه؟ انايزومتروبي. ولما يكون في اختلاف في حجم صوره الرتنا اسمه ايه؟ انايزوكرومي. يبقى طلعنا كده فكره ان كلمه انايزو يعني مختلف. لو لزقت وراها كلمه ميتروبيا يعني ايرور مختلف. لو لزقت وراها كونيا، كونيا يعني صوره، يعني صور مختلفه. اذا كلمه انايزو يعني مختلف. اذا هو عايز يطلع منك كده في الاول يقول لك هاو تو كوركت انايزو ميتروبيا، قول له نيفر جلاسز. ليه يا دكتور نيفر جلاسز؟ تو افويد انايزو كونيا. يقول لك يعني ايه انايزو كونيا؟ تقول له يعني مارك ديفرنس في الريتنال ايمج سايز. يقول لك طب ودي تعمل ايه؟ قول له على طول تودي الى دبل فيجن او ديبلوك باي لاكولر ديبلوك. يقول لك طب تصلح ازاي؟ قول له كونتاكت لينسز ماشي. اشمعنى كونتاكت ماشي؟ اصل الكونتاكت بتغير حجم صوره الريتنا 11% بس. قول له ازرع عدسه جوه العين لو كان افيكيا ماشي، لان العدسه اللي هتزرعها جوه العين بتزرعها في النورمال اناتوميكال بوزيشن بتاع العدسه اللي ربنا خلقها، والعدسه المزروعه بتغير حجم صوره الريتنا بنسبه 1% بس او يمكن زيرو كمان. طيب قول طبعا ممكن تعمل ليزك، بس ليزك دي ابليكابل لو كان السبب او الانيزومتروبيا العين الاضعف كانت ميوب، ساعتها الليزك هنا هيكون حل كويس جدا. اذا اي حل متاح الا نضاره. ممكن بقى لو الستاف اللي مدانك عايز يصور قوي يقول لك طب افرض العيان مش هينفع له ليزك، مش عايز يعمل عمليه في عينه وعنده حساسيه من القانون وما عندكش حل غير الجلاسز، تعمل ايه؟ ما تسويش يعني بعده هو ده. يعني مثلا لو انا بلس 10 هنا المفروض النظام المقاس الطبيعي اللي جبت الصوره عليها وهنا مش محتاج خالص، لا اديله بلس 4 يعني انتوا اندر كوركشن. المهم ان الفرق ما بين عدستين النظاره ما يعديش كام؟ 4. يعني لو حط 4 الفرق في حجم الصوره هيكون كبير قوي. البريم بتاعنا يا جماعه يقدر يتجاوز عن الفروق البسيطه في الاحجام والاشكال في الصور ويقدر يكتبهم على بعض، لكن لما الحجم يكون متفاوت قوي بالمنظر ده ما يعرفش. فعشان كده لقينا ان لغايه فرق 4 دقائق ما بين عدستين النضاره البريم هيقدر يركب الصورتين على بعض. اذا هنا انا هضطر ادي، لو هضطر النضاره هديله اندر باور اندر كوركشن طبعا على حساب قوه النظر في العين دي لوحدها. يعني لما تيجي تقيس بقى النظر في العين دي لوحدها بالنظاره اللي انت اديتها هتلاقي مش نظر بيرفكت، بس ده اهم من انه يحصل له دبل فيجن ويبقى ماشي في حياته متلخبط. فاذا
لو حكم عليك الاستاف في الامتحان بنظاره قلت له هديك ماشي نظاره بس اندر باور اندر كوركشن، يعني مش هجيب له الصوره على رقبتنا في الاخر اه، بس الفكره في الحجم ما يكونش حجم متفاوت قوي. اذا الانايزومتروبي موجود في سؤالين الديفينيشن وفكره الكوركشن، وهو عايز يعرف اخر السطر ده. تعالوا بقى نروح لنقطة تاني، ده أهمهم على فكرة، يعني أهم المواضيع اللي قلنا النهاردة، الموضوع طويل ممكن يجي لوحده، أصلا إحنا كلاس دي يعني ما جاش كتير، لكن يعني فكرة إن موضوع محترم ممكن يجي لده بقى. أفيكي. أفيكي يعني؟ أبسنت أوف لايف. نو؟ لا. طيب يلا بنفكر نحط أسباب. كونجنتال يعني طفل اتولد ما عندوش لايف. ودي حاجة نادرة أوي مش كده؟ صعب يعني انا ما شفتش ولا حاجه لغايه دلوقتي طفل مولود ما عندوش كونجنتال افيكت. لكن الاكوارد افيكت ده المنطق، وانا عندي زوايا كبار قوي للاكوارد يا تروما، ودي خدناها في شابتر لينس، واللينس بتاعتي بتقع ورا زي خطه عنيفه، الزنيوز بتقطع في اللينس بتقع ورا، حاجه اسمها بوستيريور ديسلوكيشن، يا اما بوست اوبرتيف ادخل اعمل عمليه كاتراكت واشيل اللينس بايدي. اذا يا بوست اوبرتيف يا اما بوستيريور ديسلوكيشن، دول السببين الاكواير الاهم. المهم البني ادم اللي ما عندوش لينس ايه رايك؟ صورته تتجمع فين؟ ورا ده؟ يعني هو بالنسبه للفار فيجن صورته ورا ده، واكيد النية هتبقى ورا اكتر مش كده؟ يعني هو لا شايف لا بعيد ولا ورا. طب الساينز، اول اربعه ساينز دول خدناهم في شابتر اللينس مع موضوع اسمه بوستيري ديسلوكيشن. نعيدهم بسرعه. مبدئيا عدم وجود لينس خط واركو، اللينس في مكانها هي اللي عامله سبورت للايرس، فبالتالي الايرس محبوبه على الورق، فالانتيو تشامبر بتاعتك تبقى ديب ايس. ده غير كمان ان الايرس بتاعي ستراكشر ضعيف معتمد على اللينس تماما عشان يبقى مسنود كويس وثابت في مكانه. فلو اللينس مش موجوده كل ما العين ده يحرك عينه ده الايرس بتاعه بيلق بيترج، دي حاجه اسمها تريميلوس ايرس. كمان لون البيبل هتلاقيها في حالات الافيكيا جيف بلاك، يعني اسود حبر، اسود غامق جدا، اسود قاتم. تقول لي طب ما هو البيبل بتاعتنا كلنا لونها اسود، اقول لك اه لونها اسود، بس وجود لينس ورا البيبل بيقلل درجه اللون الاسود شويه، لان اللينس بتاعتنا ليها لون خفيف قوي، يعني لون في سننا كده لون ناحيه اليالو كالر، كل ما هنكبر في السن اللون يتغير شويه يبقى ناحيه الجراي كالر، اذا ليها تنج كده يالو او جراي، وبالتالي ده بيقلل درجه السواد سنه. فاذا لو مفيش لينس مفيش لون يعني خفيف ورا البيبل هتلاقي الاسود غامق قوي. طيب اذا جاك بلاك بيبل. لكن في ساين واضح كده ان انا عملت عليها مارك معلم عليها كده، فدي الاهم هي دي الدياجنوستيك، حاجه اسمها سنجل بيركنجي سانسون امبوش. بيركنجي وسانسون الاثنين دول التجربه دي سمعت عنها ايام الفسيولوجي قبل ما اقولها كمان في اللانس لما خدت لما شرحت شابتر اللانس. كان زمان بيقول لك كده لو جبت ضوء شمعه ونورت بيه على العين هتلاقي النور ده ريفلكتد على الاسطح اللي هيعدي عليها، يعني اي ترانسبرنت سيرفيس يعني اي مين كورنيا ولانس زي ما بيعدوا الضوء، يعني ايه بيعدوه؟ بيعملوا ريفراكشن، جزء من الضوء بيحصل ريفلكشن على هذا السطح. والدليل لو الناس قريبه مني هيشوفوا الصور للمبات النيون دي على الكورنيا بتاعتي، يعني اي نور بتنور بيه اذا على العين هيبقى ريفلكتد على الاسطح اللي هيعدي عليه. هو هيعدي على كام سطح؟ هيعدي على الكورنيا، الكورنيا ليها ثيكنس، وبعدين يعدي على اللينس، واللينس ليها انتيريور سيرفس وبوستيريور سيرفس. فبنقول ايه؟ ثيوريتيكالي نظريا المفروض لو نورت النور التورش بنور مباشر يعني والبيبل فولي دايليتد واسع الاكل في ضوء ضلمه او في ضوء ضعيفه جدا، نور التورش بتاعك ده يبقى ريفلكتد اربع مرات. ده ثيوريتيك، مره هنا مره هنا مره هنا ومره كمان على الثيوريتيك. في ناس عندنا في ستاف عندنا يعني دكتور حازم في مثلا لما يسالك على البركان في سانس بيقول لك هم المفروض ثيوريتيكالي كام؟ تقول له اربعه، يقول لك لا هم سبعه. وهو بيتكلم صح مش غلط، لو بنتكلم كلام ثيوريتيكالي. اصل المفروض كمان الضوء يبقى ريفلكتد فين؟ النيوكليوس اتنين على النيوكليوس وواحده.
الانتروبيتوس. بس احنا في الحقيقه ثيوريتيكالي الناس يعني يونيفرسالي كده يونيفرسالي متفقين هم اربعه والناس قليله قوي شايفين هم المفروض يبقوا سبعه ثيوريتيكال لما نتكلم نظريه. لكن براكتيكال سبيكينج بقى طيب براكتيكال هنشوف كام واحد انسوا بقى بتاع الفيكتور ده خلاص انسوا الكلام اللي هو اللي فيه نسبه قليله من الناس عايزينه يعني نتكلم الماجوريتي الماجوريتي بيقولوا كام؟ اربعه لكن براكتيكال سبيكينج هتشوف كام؟ ثلاثة تفتكروا همسح مين فيهم؟ التحت تفتكروا بمسحه عشان مش موجود؟ لا عشان موجود بس عشان الدورين ورا بعض على طول هم نفس الحجم بالظبط لما يكون عندك تو اوبجكتس ورا بعض بينهم مسافه قريبه جدا اللي هي ايكوال للثيكنس بتاع الكوني الثيكنس بتاع الكوني في السنتر يا جماعه 0.55 ملم ده نص ملي لما يكونوا صورتين ورا بعض لازقين في بعض انت بص من هنا الى كده اكيد هتشوف اللي قدام مش هتشوف اللي ورا لكن انت هتشوف الاثنين ليه بقى؟ اولا واضح ان الصوره اللي ورا اكبر من اللي قدام تخيل لو انا واقف واحد وراي اطول مني اقرب مني هتشوفه ولا لا؟ هتشوف اذا الحجم اللي ورا اكبر من اللي قدام ده غير كمان ان في بينهم مسافه محترمه حوالي نص سنتي لان احنا قلنا الاكس اوف لينث ممكن يوصل ل 5 مللي اذا المسافه ابعد والصوره اللي ورا اكبر فاذا بتشوف اثنين على لينث وواحده في حالات الافيكي هتشوف قد ايه؟ بصوا افيكي مفيش لينث يعني هتشوف واحده اذا لو انت بتفحص بني ادم بقى لقيت ريفليكشن واحد لنور بتوش احلف انه ما عندوش لينث لان لو عنده لينث كان بيشوف كام؟ ثلاثه اثنين على لينث كمان مش كده؟ فاذا سنجل بيركنجي هي الشورست ساين اوف افيك عشان بتجربي في الاسم مش كده او في العياده نور لازم تظلمي خالص ولازم بيبل فولي دايليتد بس صحيح لازم يكون دايليتد قد كده وضوء ضلمة خالص ونور الطول يبقى قوي جدا ساعتها هتشوف الثلاثة بصوا انا عايز اقول لكم على حاجة قصة الاسم والديبيت اللي بتيجي والدعوتس اللي بتيجي جواه كلكم مش هتشوفوا والكلام ده يعني هينتهي تماما مع المرة الوحيدة اللي هناخدها في كلينيكال هتطلع تكتشف ان الكلينيكال كان تافه جدا وبسيط جدا بس هو مرة زي الموضوعات اللي فاتت وتسالهم بيعملوا ايه في الكلاس بينطلقوا على كده هي الفكره كلها ان هاو تو ديل وذ كانديديت يعني انا دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ يقول لك بص شوف انا مش بص شوف ايوه احنا بص شوف ايه وانا عارف اشوف ايه اصلا مش تقول لي هشوف ازاي مش تقول لي هتخش ازاي هبص ارسم لي هشوف ايه عشان اعرف اشوف انت جالك مولود عندك نمط في الذاكره فهو انت كده بتعمل ريفرشمنت بس يعني ما تعرفش حاجه اصلا هو الفكرة how to deal with the patient how to elicit the sign دي حاجة لازم يبسطها لك عشان تعرف فطبعا يعني الطلاسم دي كلها تتفك في المرة دي ما تقلقوش طيب أيضا الأربعة دول signs of apathia مكتوبين تاني في chapter 11 وهيتقالوا تاني في revision بتاع 11 إذا دول موجودين هنا في حالات الأفاكيا بلس كمان ممكن تشوف الدليل او السبب اللي خلى البني ادم ده افكت يعني ايه رايك وانت بتفحص العيان شفت الاربعه دول لكن وانت بتفحص لقيت في سكار هنا يبقى مش اذا انت اتاكدت كده ان في افكت وكمان عرفت السبب ولا لا السبب ان في عمليه سكار اوف كاتراكتر خلاص يبقى انت كده عرفت الكود ان ده باس اوف بلاش لقيت الساينز اوف افكت ديب اي سي تريبلس اي جاب بلاك بيبل سنجل بيرفنج سنسر اكيد طلع فيك وانت بتفحص بقى هنا لقيت العدسه بتاعتك ورا يبقى هنا الافيك سببها ايه؟ اذا هنا كمان ممكن تشوف الكوز بعينك حلو الكلام ايه رايكم كمان من ضمن الساينز اللي هتحصل في البيشن ده؟ انه هيحصل عنده تغير في الريفراكتيف ستيتس صح؟ مبدئيا هو فقد الاكوموديشن موفيين ما عندوش اكوموديشن كمان هيحصل له استجماتيزم بس لو كان السبب فورس اب بص انا كتبت جمله غريبه قوي استجماتيزم اجانس ايه؟ ضروري وهو امتى الاستجماتيزم يكون اجانس ضروري؟ لو الفيرتيكال ميديم اضعف او اقل من الهوريزون ايه ده هو ده اللي هيحصل؟ اه لو كان
الافيكيا ما بعد عمليه جراحيه. السؤال الاورال المهم قوي، هيبقى في استجماتيزم اجنتال. ليه؟ لان عمليات الكاتراكت احنا بنفتح انسيجن فين؟ عند الابر لين. مثلا انا بيبقى نايم وشه للسقف كده، وانا قاعد ورا راسه باصص من الميكروسكوب، فلو انا هفتح انسيجن اكيد هفتحه على عدله ايدي عند الابر لين، اكيد مش هشحتف نفسي واشتغل كده يعني، فاذا هشتغل دايما من هنا. فلما يكون عندي سكار هنا، اي فايبر تشوف الدنيا بينكمش ولا لا؟ كل ما ينكمش، كل ما الفيرتيكال ميديان يحصل له فلاتنينج مش كده؟ يعني كل ما يحصل كده كل ما ده ينكمش، كل ما ده، فلما ده يحصل له فلاتنينج الفيرتيكال ميديان ده، يبقى كده الباور بتاعه ايه؟ عمال يقل. ولما الباور بتاع الفيرتيكال ميديان يقل يبقى ده اجانس ذا رول. اذا ده سؤال اولى المهم جدا، وسؤال ام سي كيو. اذا احد تغيرات الريفراكتيف ستيتس اوف ذا بيشنت اللي عنده افيكيا، انه غير ما يحصل له لوس اوف اكوموديشن هيحصل له كمان استجماتيزم اجانس ذا رول، بس بشرط يكون الافيكيا بوست اب. طبعا بقى اللي انتم مستنيينه كلنا هنقوله في نمبر 1 ان البني ادم ده هيبقى هايبر متروفي مش كده؟ هو هايبر متروفي وانا موافق طبعا، بس انا جبتها اخر واحده عشان عايز اشوف الديتيلز بتاع الهايبر متروفي. هو السؤال مش هينتهي انك انت تقول انه هايبر متروفي وتسكت، هو يقول لك هايبر متروفي قد ايه؟ بص بقى الاستادي بتقول ان لو سيادتك كنت اي مترو يعني واحده حياتي كده، صوتك بتجمع فين؟ عارفه لو انا دخلت عملت عمليه كاتراكت وشالوا لي اللينس بتاعتي، اللينس بتاعتي جوه العين بكام؟ 15. لما تشيل اللينس بتاعتي، لو انا هيعمل لي بقى الدكتور بعد العمليه ريفراكشن بالريتروسكوب، فاكرينه؟ بتاع امبارح مش امبارح، عشان يشوفني انا محتاج نظاره قد ايه؟ هيلاقيني محتاج نظاره تعوض ال 15 جوه العين، نظاره بره العين بلس 10. اوعى تفتكر ممكن النظاره بره تبقى 15 بره؟ تبقى غلطان. اذا كان 15 هنا بتجمع هنا، يعني الفوكال ديستانس دي كده، فلو طلعتها بره 15 هتجمع هنا. انا عايز بره يبقى اقل عشان الريس توصل لغايه الرقبه. اذا 15 جوه 3 بكام بره؟ 10. 15 جوه تقف عليا ب 10 بره، ده قانون خلاص. لا هي 25 تقريبا. لا لا بالعكس، ده لو انت بالماينس. اذا هنا 15 جوه يبقى كام بره؟ ب 10. وهقول لكم الكلام ده جبناه ازاي؟ ده جبناه بعد استادس طويله لغايه لما وصلنا لايكويشن فيها كونستنت، وهقول لكم الديتيلز بتاعتها، بس خليني اول اكمل وبعد كده نطبق الايكويشن. اذا اللينس بتاعتي جوه العين ب 15 بتقف عليا بره؟ ب 10. خلاص؟ حلو. فاذا السؤال بقى يقول لك درجات الهايبر متروفي ايه بتقول؟ تقول له لو انا بريفيسلي يعني قبل العمليه كنت ايه متروف؟ هبقى بعد العمليه ايه؟ هايبر متروف بلس 10. طب لو انا بريفيسلي هايبر متروف هبقى هايبر متروف مور ذان بلس 10. ازاي يعني؟ لو انا كنت باللينس اللي خلقها لي ربنا بلس 15 بلبس نظاره مثلا بلس 5، ايه ده؟ يعني اذا انا اذا كان بالبلس 15 دي صورتي كانت بتجمع فين؟ ورا. يبقى بلس 15 دي مكفياني ولا لا؟ لا ده انا عايز ازود عليها. طالما بلس 15 مش مكفياني جوه العين، واحنا اتفقنا 15 جوه بكام بره؟ 10. يبقى ال 10 بره مش هتكفيني. فاذا اذا كنت انا عايز ازود على ال 15 نظاره ورا، فانا هزود على 10 رقم زياده. فاذا اذا كنت انا بريفيسلي هايبر مترو يعني وانا ماشي طول عمري كده لابس نظاره بلس في وجود اللينس اللي ربنا خلقها لي، فانا هلبس نظاره ما بعد الافيكيا اكتر من بلس 10. حد فاهم حاجه؟ ممكن تاني يعني تاني. تخيل بني ادم ماشي طول عمره لابس نظاره بلس 5 مع ال 15 دي، يعني 15 مش كفايه عشان يجي الصوره على ما احنا اتفقنا 15 جوه بكام بره؟ مع 10. يبقى 10 بره كفايه ولا محتاجه تزودي؟ محتاجه ازود. هو ده الجمله اللي كتبتها. فبيجز دي هايبر مترو هيبقى هايبر مترو مور ذان بلس 10. انت مش فاهم ايه 10 بره؟ هو ده القانون بقى، ما هو القانون ده جبناه بستاديز، هو ده القانون في الاخر. ماشي؟ بس هي الفكره ببساطه العربيه بقى في القانون المنطق. هو مش اي عدسه في الدنيا. اتفقنا ليها فوكال ديستنس، يعني اذا كان 15 دي بتجمع الصوره هنا على السكرين. لو انا عايز احط عدسه هنا احطها 15 برضه؟ العظيم 15 برضه هتجمع هنا. ما هي ليها فوكال ديستنس مسافه ثابته. مش كده ولا ايه؟ فاذا انا هنا عايز حاجه توصل لورا اكتر، فمحتاج كلاس اقل. مش كده؟ طيب
يلا يا جماعه نكمل. previously مايو يعني انا صورتي في البلاس 15 بتتجمع هنا. البلاس 15 كده ازيد من اللازم مش كده؟ انا بتجمع لي قبل ما، فاذا اذا كان بلاس 15 ازيد من اللازم وبضطر طول حياتي زي ما انتم لابسين نظارات لابس المايو لابسين نظارات بالماينس يعني ماينس 5 ماينس 3 عشان توصل الصوره دي، يبقى 15 دي ازيد من اللازم انت عايز تقللها. فاذا يبقى ال 10 مره هتبقى ازيد من اللازم عايز تقللها مش كده؟ اذا بريفيسلي مايو هيبقى ما بعد الافيكيا بعد ما تشيلوا ده هيحتاج نظاره اقل من بلاس 10. موافقين؟ كل موافق؟ مقتنعين ولا لا؟ مين اللي قال لا؟ ليه؟ يلا واحدة واحدة نحسبها بعض. قولي لي اتفقنا دلوقتي انا بقول لك انت مايوك ماينس 3 مثلا ماينس 5 يبقى انت صورتك بتجمع قبل ما تبقى ده، وعشان توصل ل 3 محتاجه نظاره بالماينس ايا كان الرقم. يبقى العدسه دي اللي هي بلس 15 قوتها بالنسبه لي انا دلوقتي ازيد من اللازم ولا لا؟ اه ازيد من اللازم، والدليل ان الصوره بتجمع قبل ده انا عايز اقللها شويه عشان الصوره توصل لده. واحنا اتفقنا 15 جوه بكام مره؟ خلاص ده رقم 10. يبقى كان 15 جوه ب 10 بره، وال 15 جوه اقوى من اللازم يبقى 10 بره واقوى من اللازم، يبقى محتاج اقلل 10 شويه صح؟ طيب لغايه لما نوصل عند رقم كريتيكال فاكرين؟ كل ما الميوب يزيد كل ما الرقم يقل عن 10 لغايه لما توصل عند الرقم ده الماينس 25 فاكرين؟ فاكر كله تشيل لينس وتسيبه كده يبقى قيمه رو. يعني اذا واضح ان كل ما الميوبيا تزيد كل ما الرقم يقل عن بلس 10 بلس 10 يقل ال بلس 9 بلس لغايه لما توصل عند زيرو. امتى؟ لما تكون ميوب ماينس 20. ايه بقى الكلام ده بقى بناكده ازاي؟ استاديز اتعملت على عدد كبير جدا من الناس لغايه لما وصلوا لهذه الايكويشن فيها كونستنت رقم ثاني 2 على 5 في الاوريجينال ريفراكشن. الريفراكشن هو ما قبل العمليه ما قبل الافيكي بلس 10 بلس 10 ده الرقم اللي اتفقنا عليه اللي بيعوض اللينس اللي جوه العين. تعال ناخد احتمالات. تعال نبدا الاول بالانسان الايميتروب. الايميتروب اللي هو ما بيلبسش نظارات طول عمره صورته عارفه. طيب يلا نطبق القانون على الايميتروب. نبدا بالاي اهو 2 على 5 في الاوريجينال ريفراكشن. هو الاوريجينال ريفراكشن بتاعي انا دلوقتي كام؟ زيرو. زيرو انا لابس حاجه؟ زيرو بلس 10 اي حاجه في زيرو بزيرو. يبقى انا نضرت كام بعد الافريكا؟ بلس 10 زي اللي احنا قلناها. طيب يلا تعالى نروح عند واحد هايبر مترو. تعالوا عشان نسهل الدنيا نخليه رقم يقبل الاسم على خمسه يعني عشان ما نعرفش ندخل في الكسور، احنا متبسطين بالعافيه. طيب لو كنت هايبر نيوتون مثلا بلس كام؟ بلس 5 ولا بلس 10؟ يلا بلس 10 2 على 5. لو انا كنت ماشي طول عمري لابس نظاره دلوقتي بكلمكم لابس نظاره بلس 10 يبقى الاوريجينال ريفراكشن بتاعي بلس 10 2 على 5 في 10 بلس 10 10 على 5 بكام؟ 2 2 في 2 بكام؟ 4 زائد 10 14. يبقى لو انا كنت هايبر متروب يبقى نظرتي اكتر من بلس 10. طب يلا اروح لمايوك ماينس 10. لو انا ماشي طول عمري مايوك ماينس 10 2 على 5 في ماينس 10 بلس 10 ماينس 10 على 5 وماينس 2 2 في ماينس 2 بكام؟ ماينس 4 بلس 10 بلس 6 يبقى الرقم اقل اهو من 10. اقل ازاي؟ اهو اقل من 10. تعالوا بقى نروح للرقم الكريتيكال اللي اتفقنا عليه 2 على 5 في ماينس 25 بلس 10 ماينس 25 على 5 ماينس 5 2 في ماينس 5 ماينس 10 ماينس 10 بلس 10 0 شفت ازاي؟ اذا ده نتيجته 0 ده اللي احنا قلناه. اذا هي دي ده البروتوكول ازاي تكوريكت الافيكيا ما بعد الهايبر ازاي تكوريكت الافيكيا بجلاسز والريفراكشن بتاعه اكوردنج هو كان بريفيسلي ايه بالقانون. واذا ده التشينج في الريفراكتيف ستيتس ده سؤال اولى مهم قوي
يقول لك الناس الافاكيك ما بعد الافاكيا ايه اللي حصل لهم في الريفراكشن هايبرميتروبيا ودي درجاتها ديفكتيف اكوموديشن فقدوا النير فيجن كمان استجماتيزم اجل الضروري في حاله واحده لو كانت الافاكيا ما بعد عمليه جراحه كله موافق كله مقتنع حد عنده مشكله تعالوا بقى نروح للموضوع الثالث اللي اسمه بريس بايوبيا بريس بايوبيا في الحقيقه ده معظم الناس اللي انت بتشوفهم كبار في السن تحديدا عدوا سن ال 45 سنه يعني اعتقد يعني والدك والدتك مامك بس كبار في العيله عندك هتلاقيهم دايما بيستعينوا بالنضاره وقت القرايه او وقت النوم هو في تريتمنت بتاع الافيكيا دي احنا ولا حاجه هو الافيكيا اتقالت اخطاف كذا مكان هو لو بايلاترال افيكيا عندك كل الحلول متاحه صح؟ جلاسز ممكن كونتاكت لانسز او تسمعي عدسه اوكي واليونيلاترال قلنا يعني انه ما ينفعش عشان جلاسز لا لا عدسه ماشي كونتاكت ماشي هو نفس الكلام طيب تعالوا نروح للبريش بايوبيا يلا تعالوا نشوف ايه القصه ديفينيشن الفيسيولوجيكال ريسيشن كلمه ريسيشن يعني ايه انا كده بصوا عليا انا هريسس هريسس يعني برجع لورا اذا فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نير بوينت النير بوينت اللي كنت سيادتك طول الوقت بتشوف عندها كويس قوي عايز تبعدها تتراجع تبعد عنها ها فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نير بوينت ليه بقى due to defective او loss of accommodation يعني accommodation موجود بس بقى اضعف يا مش موجود خالص فاكرين انا كنت لما خدنا الهايبرميتروبيا كنت اديتكم ارقام كده فاكرين يا جماعه قلت لكم عند سن ال 40 سنه الاكوموديشن باور بتاعتنا بتوصل 4 ضعف فاكرين؟ قلت عند 10 سنين 14 30 سنه 7 40 4 45 3 وكل 5 سنين ناقص 1 يعني 50 2 55 1 60 40 طيب فاذا من بعد ال 45 انت الاكوموديشن قلت كده لك دايما الموضوع بيبدا عند سن ال 45 اراوند 45 فاذا نقول ايه فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نيد تايم ليه due to defective او loss of accumulation power of accumulation او total loss of accumulation امتى total loss من عند 60 وانت طالع لكن هنا بدا يحصل defective او weakness في accumulation طب ليه الاكوموديشن باور عماله تقل لغايه لما تختفي خالص مش احنا اتفقنا ان الميكانيزم accumulation كانت عباره عن تناغم كذا حاجه بتحصل contraction في السيركولر سيريالي مصر صح فيحصل لاكستي في الزيرو فاللانس بيكام مور كونفكس تفتكروا ايه اللي هيتغير في الميكانيزم دي مع تقدم السن؟ الاستيستي اوف ذا لانس اتقال بروجريسيف لانس سكليروزس لان اللانس جواها في جسم سوليد اسمه نيوكليس كل ما بنكبر في السن كل ما حجم النيوكليس والسوليديتي يعني الصلابه بتاعتها بتزيد فاذا كل ما هنكبر النيوكليس اللي جوه اللانس حجما تزيد وكمان كونسيستنسي تبقى انشف وبالتالي مرونه العدسه تقل فقدره العدسه انها تدخل بالمنظر ده مع مرور الوقت هتبدا تقل فاذا ديكريس في الكيرفيتشر او عدم قدره اللانس انها تزود الكيرفيتشر هو ده اللي هيخلي البني ادم ده النير وورك بتاعه يبقى اصعب عشان كده البني ادم بيتحايل اصلا خلي بالك بالتجربه والخطا هيعرف يوصل لبوزيشن معين يشوف عنده يعني تخيل كده انا لو كنت طول عمري بمسك موبايلي على الفتح على المسافه دي ابقى شايف كويس هاجي عند سن معين ايه ده انا مش شايف ده كده وحش قوي مش شايف اه ايه ده انا بقيت شايف كده يعني هيفضل يجرب غلط ايه ماشي بقى كل حاجه عايز اشوفها لو ماشي لحد كبير تشوفه كده مجرد غلط يعني بحط الحاجه كده ايه ده دي طريقه انت حاول ازاي يعني هو كده هشوف احسن ليه المفروض تكون فهمت ليه احسن بص معايا هي ريس وهي جايه من المسافه دي اللي هي المسافه المعتاده اللي احنا متعودين عليها دلوقتي اللي هي تقريبا تعادل 33 سم ده الافرج الريس تيجي دايفرجنت بهذه الدرجه تقع ورا غايتك فاللينس بتاعتك
عشان لسه مرن نفسنا ده تقدر تعمل كده توصل هذا هذه الدرجه من الكونفكس تزود الكافيتش. النقطه دي تروح فين؟ على لما كتله اللينز تقل يعني ده توصل هذا المنظر المحترم بقت كده بس اخرها كده مثلا قلت ازاي فالصوره تفضل فين؟ تفضل ورا هنا لما كان ده مثلا. فالبني ادم عشان مش قادر يعمل زياده عن كده اكوموديشن يبقى يخلي بدل من المكان ده هنا يخليه هنا. وكل ما الاوبجكت بعد شويه كل ما الريز جت منه لس دايفرجنس هتفهم على كده. ولما الريز تيجي لس دايفرجنس بص الاحمر هيقع على العين اسهل بس واسكو ازاي جوه الاخضر فكده محتاج مجهود اقل فكده يتجمع فين؟ على كده. شفت ازاي؟ اذا الفكره هي طريقه للتحايل انا مش قادر ازود اللينس اللي جوه عيني فابعد الاوبجكت فلما الاوبجكت يبعد الريس تيجي منه لس دايفرجن فبالتالي لما تيجي لس دايفرجن كده تتجمع عادة. اذا هي دي الفكره عشان كده جه من هنا الديبريشن وجه من هنا فكره الموضوع فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نير باين تباعد النير باين ليه؟ عشان ديفكتيف اكوموديشن بروبلم. حلو العيان بقى او البني ادم اللي عنده بريس هيجي يشتكي مني هيجي يقول لي طبعا هو اي حد كان قعد 42 43 سنه متعود يقرا على مسافه وفجاه لقى نفسه عايز ينقل الكتاب عشان يشوف اكيد دي حاجه هتقلقه او هيستغرب لها فهيجي عشان يفهم التفسير. فاذا اول برزنتيشن تجيب لك البني ادم ده يقول لك يا دكتور انا بحس ان انا كل حاجه بقى عايز ابعدها عن عيني عشان اشوف موبايل جورنال بتاع ساعه ايضا بيكلمني على ريسبشن وكمان حاجه يقول لي الاول كنت امسك الجورنال اقراه من اوله لاخره ما عنديش مشكله دلوقتي يا دكتور امسك الجورنال اقرا مثلا عناوين الكبيره انا نفسي صدعت وعينيا وجعتني ده بيكلمني كده على حاجه اسمها ايه؟ التينوبيا اكوموديتيف التينوبيا. احنا اتفقنا اذا كنت انا او احنا في سننا نقدر نعمل سبعه او سته او خمسه تيوبلز بنستعملهم ثلاثه وقت القرايه انت كده مش عامل ماكسيمم فبالتالي انت مش هتصدع. لكن لما يكون حلتك ثلاثه عاملهم كلهم اذا بعد نص ساعه بعد ساعه هتحس بوجع في عينك وهتحس بهدك. فاذا هنا العيان ده كمان شكوى ثانيه ممكن يجي بيها يقول لك انا ببعد الجورنال يا دكتور عشان اشوف دلوقتي وانا عايز افهم ايه السبب وكمان نص ساعة بكتير ما اقدرش اكمل واروح قافل الجدران واقوم مصدع وعينيا وجعاني يعني بيكلمني على ايه؟ التينوبيا. اذا دي البدايات عارفين بعد شوية يعني لما يكبر اكتر هو عند سنة 45 قال لك كده عند سنة 50 او 55 سنة يقول لك حتى دلوقتي لما ابعد الحاجة مش اصل الاكوموديشن كمان ايه؟ قلت وقلت فبقى حتى الكتاب وهو هنا صورته بتتجمع ورا الراجل فاذا يبدا يقول لك دي فاكتور نير فيجن بس مش شايف مش شايف القريب عايز اشوف حل بقى. فاذا بالتتابع كده كل ما هيكبر في السن الاول يشتكي من صداع والم في عين يحس انه عايز يبعد الكتاب عشان يشوف وبعد شويه حتى لو الكتاب بعيد هو مش شايف. اذا انت التسلسل انت بقى الايه انت الايج لازم تبقى فاهم كويس الناس الانيتروبس يبدا البرنس بايوكيا بتاعتهم around the age of 45 years. إذا 45 ده بالنسبة لمين؟ للإيميتروب. طب المايوبس وكان تعويض من ربنا. لا ده ممكن يتأخر قوي. ده يبقى ليه؟ أكثر من 45 بكتير. طب الهايبرميتروب ده بدري جدا. ده يعني قبل 45 بكتير. طب إيه المنطق؟ بص المنطق ببساطة هو انت عشان تقرا على مسافة 33 سنتي كويس المسافة المعتادة يعني محتاج تفوكس على مسافة 33 سنتي محتاج قوة قد ايه؟ الكومبينيشن قد ايه؟ مش احنا اتفقنا طالما بتكلم بسالك على قوه عدسه او قوه ريفراكشن قد ايه؟ الباور ايكوال 1 اوفر اف واحنا عشان الكلام يبقى صح احنا مش اف بتاعتنا ميتر بس انا جايب لك المسافه كام؟ فبدل ما تقول واحد على كذا متر هتقول 100 على كذا سنتي هي المسافه كام سنتي؟ يعني 100 على 33
يبقى انت محتاج افورشن قد ايه؟ 3 دهب. لو انت جبتها بالسنتيمتر او حول ده متر عشان يبقى واحد على هي 30 سم كام متر؟ مش 30 سم تقريبا تلت متر يعني واحد على تلت يعني كده ماشي كده ماشي مش تفرق النتيجه واحده مش كده؟ 3 دهب. انا كتبتك عشان تشوف موبايل او كتاب كويس المسافه دي انت محتاج قوه الليزر بتاعتك دي قد ايه؟ دي 3. حلو قوي. ايه رايك؟ لو انت اصلا قيمه صورتك بتتجمع على الرتب يبقى انت محتاج قد ايه تزود على الباور بتاع اللينس عشان تشوف 3 دهب. انت لغايه كام سنه انت عندك 3 دهب؟ 25. ايه رايك؟ مش هم دول لحيلتك عند السنه؟ يعني تبدا تصدع ولا لا؟ تبدا عينك توجعك. فيبدا الانسان الايتروب عند سن 45 سنه يشتكي. طيب تعالوا كده نشوف لو انا هايبر متروب. هايبر متروب يعني الصوت بتتجمع فين؟ حلو كده؟ فمحتاج عشان اجيب الصوره على رتبها بالنسبه للفار اللي هي الريت جايه ازاي؟ محتاج عشان اجيب الصوره عرفنا مثلا اعمل اكوموديشن بلس 2 او اكوموديشن بلس 3. حلو كده؟ مثلا ده لو انا هايبر متروب بلس 2 او بلس 3 بس ده للفار. طيب جبت الصوره عرفنا للفار بلس 2 او بلس 3. حلو. عشان النيل بقى ازود عليه كام تاني؟ 3. ايه ده يعني النيل محتاج كام؟ 3. ده انا من امتى كده بقى بس فيوم؟ هنا؟ لا ده انا قبل هنا كام؟ ده انا لغايه 40 سنه عندي كام؟ يعني وانا عندي 35 سنه ابدا اشيل. شفتوا ازاي؟ انا محتاج اكتر. محتاج 6 مثلا، محتاج 7. لما بدري جدا انا ابدا اصدع لما اجي ابص على حاجه قريبه، صح؟ طب لو انا مايوب، يلا بينا نلعب اللعبه دي. مايوب اصلا الرئيس البانل لو انا ماينس 2 مثلا بتتجمع هنا. حلو؟ طيب لو انا بصيت على حاجه قريبه صورتك بتتجمع فين؟ ورا. بس ورا حاجه ايه؟ بسيط. لان لو كانت هنا على الرتبه القيمه تروب زي ما اتفقنا هتتجمع هنا فكنا محتاجين 3 عشان اطلع لقدام. لكن لما بقول هنا انا بقيت ورا حاجه بسيطه محتاج كام عشان اطلع لقدام؟ واحد مثلا 2. ايه ده واحد او 2 دول فين يعني؟ 50 55. لغايه لما يجي سؤال بقى في السيرو في الام سي كيو يقول لك مين المايوب تحديدا اللي مش محتاج نظارة قراية خالص؟ ماينس 3. صح؟ ليه ماينس 3؟ مش هو محتاج اصلا كام عشان يقرا؟ المسافة الدورية للقراءة اليونيفرسال كام؟ 33 سم. محتاج قد ايه؟ 3. فإذا انا اصلا مايوب ماينس 3 يعني صورتي هنا يبقى اصلا لو انا مش لابس نظارة بالثلاثة ده اوبتس بتروح فين؟ ترجع لورا ثلاثة عشان تطلع يبقى تروح فين؟ تروح على الراتب. فإذا الماينس 3 تحديدا بما انك انت محتاج ثلاثة ده اوبترز اصلا تزودهم فلما يكون انت اصلا ماينس 3 فدي مع دي هيشيلوا وهيشيلوا بعض فإذا الماينس 3 اللي لابس نظارة ماينس 3 ده هيفضل طول عمره يقرا ويقرا نظارة كل اللي يعمله يشيل النظارة اللي هو لابسها بتاع المسافات هتشوف كويس قوي. إذا ده الإنسان أو ده امتى البريسبيوبيا تبدا؟ اذا لو سالت في الاورال هيقول لك البريسبيوبيا اون ذا ايج اوف اونسيت امتى؟ ايج اوف اونسيت الايميتروبس اراوند 45. في الهايبرميتروبس لا ده بدري ارليير. في المايوكس ده ليل اباف 45. بيقول لك طب مين اللي مش هيحتاج؟ نظريا كده مين مش هيحتاج؟ الماينر 3 حلو؟ طيب يلا بينا بقى نشوف الحلول. الحلول ايه بقى؟ نمبر 1 والاهم طبعا هي النظارات. والنظارات هنا في فرايد. في نظاره اسمها يوني فوكل. يعني ايه؟ نظاره لمسافه واحده. يعني ايه ده ريدنج جلاس؟ يعني انا بطلع من جيب النظاره البسها وقت ما اجي ابص على حاجه قريبه. طب افرض انا عندي ايرور للمسافات يعني للديستنس محتاج نظاره امشي بيها في الشارع يبقى عندي كام نظاره كده لو انا هختار النوع الاولاني ده يوني فوكل. يوني فوكل يعني لفوكل ديستنس واحده فاذا هلبس نظاره للمسافات وكل ما اجي ابص على حاجه قريبه الحها ولا البس نظاره تلاقي. في طبعا نظاره عمليه اكتر اسمها باي فوكل انا بسمها على البول. باي فوكل اظن كلكم شفتوها. نظاره يكون فيها كده حد فاصل داون اند ان ريكتانجل
شايفين؟ مستطيل صغير كده او رفع صغير داون اند ان. النضاره دي كانها 2 في 1. الجزء الاب اند اوت شايفين صباعي فين؟ ده البوست من خلاله للفقر. والجزء الداون اند ان هتستعمله وقت تيجي تبص على النير، واذا يبقى نضارتين بتتعامل بيهم للفار والنير، او يعني مقاسين للفار والنير في نضاره واحده. هتقولي طب انا هعرف اعمل ده؟ انت مش هتعمل حاجه ثابته. انت الطبيعي كل ما هتيجي تبص للبعيد بيحصل حاجه اسمها دايفرجن. انت بتحتاج الجزء الاب اند اوت. وكمان تيجي تبص حاجه قريبه بتعمل ايه؟ كونفرجن. فانت كده كده هتبص اوبليجاتو من خلال الجزء الداون اند ان. يعني مش لا خالص. هو النضاره كده كده بتاثر على الفيل. يعني النضاره كده كده بتضرب لك الفيل لانك محكومه بزيت النضاره. لكن ده حل بدل ما تضلي محكومه بين نضارتين، تشيل دي وتقلعي دي وتنسي دي وتقع منك كده نضارتين في واحد لغايه ما يجيبوا الاثنين. النضارتين دول في الحقيقه كانوا بالنسبه للفيميل اختراع سيء. لغايه لما ظهرت النضاره المالتي فوكل. مالتي فوكل هي هي الباي فوكل، بس الفكره انها من غير الحد الفاصل ده. يعني هذه النضاره برضو الباور بتاعه بينكريز كل ما تنزل داون اند ان، لغايه لما توصل اعلى باور هنا. اعلى باور دايما هو بتاع الريدنج مش كده؟ فاذا كل ما تنزل بس من غير الحد ده. اول ما ظهرت النضاره دي حصل يعني شرح شرائي، يعني الستات راحوا يشتروا النضاره دي بصوره يعني قال هو دي خلاص هو ده الحل اللي احنا عايزينه مش عايزين غيره. المصري برغم انها اغلى نوع. الفيميلز طول عمرهم لوغاريتم. هتشوفها فيميل ابدا صعب. احيانا هم بيكونوا مع جدي. هو ده اللي بيجنن. والسبب والمنطق بسيط، يعني في السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه الست موتها وسمها حد يعرف سنها كده. طول ما هي 16 15 سنه هي عندها 20 سنه 21 سنه. توصل 21 سنه وتفار منه. 30 هي 21، 40 هي انا جدتها الله يرحمها لغايه لما توفت. يعني هي لما حست ان العشرينات يعني صعبه شويه وصلت 30 بالعافيه. انا بطلع طلع نظاره بتاع القرايه مكسوفه جدا. فضلت قرايه يا نهار ابيض يعني كده ما خلاص خدت الجيت منها 45 سنه او نظاره. فاذا هي الست مشكلتها حقيقيه او حاجه مثلا. طيب هتروح تجيب النظاره النقطي فوق اللي غاليه جدا. مين هيدفع فلوسها؟ اللي هو اصلا عارف بتعمل كده لمين؟ الله اعلم مش مهم. ما هو كده بس هو لازم محدش يعرف سنها وخلاص. طيب اذا كان المالتي فوكل هو ده الحل الكوزمتيكالي باتر بالنسبه للفيميل تحديدا. لكن طبعا مالتي فوكل اذا دي انواع العدسه. ازاي نحسب مقاس نضاره القرايه؟ هي ده الكلام مش مطلوب مننا قوي في النهارده. لكن تعالوا اقول لكم عاملين ده حاجه ظريفه، يعني حاجه لطيفه تعرف ان انت ازاي تحسب مقاس النضاره عشان حتى الناس اللي عندك في البيت تقدر تبقى فاهم هما ازاي مقاس نضارتهم بيتغير من مره للثانيه. هاو تو ميجر هاو تو كالكوليت الباور بتاع الريدنج لابس اللي فيكم انترستد يركز معايا، اللي مش فيكم نام شويه. يعني مش عايز يعرف مش مهم الكلام زياده شويه عن سنه رابعه. ما اعتقدش يعني بيتشرح في الوحدات المختلفه الا نادرا جدا. خدتوا ايه بالظبط في الرقم؟ خدتوا ده بس مثلا بالظبط؟ لسه ما اعتقدش يعني لكن هقولها ان شاء الله. خليني اقول لكم الطريقه وبعدين ناخد مثال نحله مع بعض عشان اتاكد انكم فهمتوا ازاي عملنا في الاسئله. نمبر 1 يو هاف تو نو الاكوموديشن باور بتاع البيشن. انا بدي لكم جيبن خلاص حاجه بدي لكم، بس احنا جبنا الارقام دي منين بتفتكروا؟ استاذ على عدد كبير من الناس. اي عدد فيكم عايز يعرف هو الاكوموديشن بتاعه كام دلوقتي؟ على فكره الارقام دي ما انزلتش، يعني انا ممكن يكون عندي 30 سنه والاكوموديشن بتاعي 10 في الساعه. بس هي ده افريج بالنسبه للاستاذ اتعملت على عدد كبير جدا من الناس. نحسبها ازاي؟ تبدا احيانا كتاب او ورقه عندك في العياده هي كلام صغير وتقول له يا جماعه تقدر تقرب قرب 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 قرب. اول ما تدغدغ قول لي قول اه كده ده القطه كده اه كده شايف كويس. اذا دي اقرب مسافه هو شايفها لغايه عندها بوضوح. هات مسطره وقيس المسافه دي. المسافه دي سي مثلا 20 سم. يبقى هو كان سي كلير لغايه مسافه كام؟ 20 سم. طب يبقى الاكوموديشن باور بتاعته قد ايه؟ 100 على 20 يبقى عنده كام اكوموديشن؟ 5.
هي دي الطريقه خلاص سهله جدا. اذا انت يو كان ميجر الاكوموديشن باور بتاع كل من او فيك انك تعتمد على الارقام اللي هي ابروف على مستوى العالم خلاص ممكن تاخد الارقام دي وتاخد. لكن لو انت عايز كل من ادم تطلعه الاكوموديشن باور على حده اعمل الطريقه اللي بقول لك عليها. زي مثلا جالك بيشنت عنده وليكن 45 سنه هتمشي على الارقام دي يبقى عنده قد ايه؟ 3 ده سيبتك بعد ما عرفت الاكوموديشن باور قد ايه نمبر 2 ستيب يو ار جوينج تو ميك ذا بيشنت يوز 2 اوفر 3 اوف ذيس باور اند تو كيب ات ريست 1 اوفر 3 يبقى هتخليه يستعمل كام يعني؟ تلتين التلاته كام؟ 2 ويريح كام؟ 1 يعني هيستعمل 2 ده اللي هيستعمله فعليا وده اللي مش هيستعمله. خلاص بعد ما عملت ده انسى بقى الكلام اللي انت جبته ده. اساله سيادتك انت عايز نظاره للمسافات القريبه ليه؟ وقت مش نادر يعني كل الناس اللي داخلين لك العياده عايزين نظاره عشان يقروا. في واحد عايز نظاره عشان شغال ساعاتي بيصلح ساعات والوركينج ديستانس بتاعته قد تكون 20 سم او 25 سم. في واحد تاني عايز نظارة عشان يشوف بيها نقطة البيانو هو شغال بيانو مسافة 50 سم او شغال على كمبيوتر 50 سم. واحد تاني عايز نظارة عشان قراية مسافة 33 سم. فإذا بتسأله هو ناوي يشتغل على مسافة قد ايه انت مش هتفهم مش هتمشيها على مزاجك انت يا اخي. شوف الستايل اوف هيز لايف هو محتاج نظارة ليه. اذا يو هاف تو نو نمبر 3 الوركينج ديستنس وليكن مثلا الوركينج ديستانس انا هديها لكم البني ادم او العيان قال لي انه عايز يشتغل على مسافه 33 سم هو ده الوركينج ديستانس قال لك انا عايز النظاره دي للقرايه وانا بقرا على المسافه دي فانت عارف انها قد ايه 33 سم. حلو جدا. كالكيوليت نمبر 4 بقى كالكيوليت الباور اوف لانس فور ذيس working distance هو محتاج قوه عدسه قد ايه عشان يشوف على المسافه دي 100 هي 1 اوفر اف على 33 يبقى هو محتاج قوه عدسه قد ايه 3 ده يبقى اذا هو عشان يشوف المسافه اللي هو عايز يشتغل عليها دي محتاج 3 ده. سيادتك ناوي تخليه يعمل اكوموديشن قد ايه 2 وهو عايز قد ايه 3 يبقى هتطرح الرقمين من بعض. اذا نمبر 5 ال power of lens needed minus the part used of his accommodation اللي هو كام 3 minus 2 يبقى نظرته كام 1. اذا العيان ده يمشي عامل ازاي هيعمل 2 ده اكتر جوه accommodation ونظره بره كام 1 ده واحده واحده بقى كده خدت 3 ولا لا كده خدت 3. طب هو انا ما كنتش اقدر يعني اديله الثلاثه واخليه يريح خالص الاكوموديشن؟ اه طبعا اقدر. بس ايه الغباء ده؟ انا لو عملت كده يبقى ما خلتوش يعمل اكوموديشن وطالما ما عملش اكوموديشن يبقى مش هيعمل ايه؟ مهمه دي ولا مش مهمه؟ ده انا عايزه يعمل اكوموديشن عشان يعمل كونفرت عشان يشغل الريفلكس وعينيه تلف لجوه فالصور بتاع الكلام تيجي على الماكينه لان لو ما عملش كونفرجنس يبقى مش هشوف كويس وساعتها البريم بتاعه يضطر يعمل الكونفرجنس اكتفلي وكده يصدع ولا لا؟ اذا يبقى انا ما حلتوش مشكلته. فاذا انا محتاج الحكمه تقتضي انه يشغل جزء من الاكوموديشن عشان يعمل شويه ايه؟ كونفرجنس فيبقى بالتالي هو استفاد الريفلكس بتاعه وفي نفس الوقت الجزء اللي عمله من الاكوموديشن اللي انا خليته يستعمله ماكسيمم ولا نوت ماكسيمم؟ نوت ماكسيمم لانه سايب تلت مريحه كده يصدع ولا لا؟ كده انا ريحته من الصداع كده خليته يستعمل الريفلكس فعمل كونفرجنس وكده اديته النظاره فكده هو انا عملت له كل حاجه مطلوبه. فهمت الفكره؟ يلا نلعب نفس اللعبه هديكم مثال ونحله مع بعض واحده واحده. واحد عنده 50 سنه اهو انا بقول لك 50 سنه وقال لك انا بشتغل ساعاتي والوركينج ديستنس بتاعتي 20 سم. يلا هو مازال كده هو عايز حاجه اشوف بيها على بعد 20 سم. حلو؟ يلا بينا. 50 سنه انا قلت لك الاكوموديشن باور اللي حسبه كام؟
اثنين يبقى نمبر 1 طلع البتين ده قلنا نمبر 1 احسب ايه الاكوموليشن بالانس. طيب انا نمبر 2 هخليه يستعمل تلتين اللي عنده ويريح التلت. تلتين الاثنين كام؟ كان نقول واحد وربع موافقين، والتلت كام؟ ثلاث ارباع. يبقى هيستعمل ده اللي هيوز وده اللي هيرست، ده رست وده يوز صح. طيب الراجل قال لي انا عايز اشتغل على قد ايه الوركينج ديستانس بتاعته قد ايه؟ 20 سم. يبقى الباور اوف لينث دي قد ايه؟ 100 على 20. يبقى محتاج قوه عدسه قد ايه؟ 5 ضعف. اخر حاجه بقى اطرح الخمسه من اللي هيستعمله، هو هيستعمل قد ايه؟ 1 ونص. يبقى محتاج نظاره قد ايه؟ كده البني ادم ده عامل 3 اديله نظاره بلس 3.75 وهو عامل جوه 1.5 كده وصل الخمسه اللي هو عايزها. تمام؟ سهل الكلام؟ فاذا نظاره الرئه مش رقم تكسب، وبتتغير مع تقدم السن ولا لا؟ اه لان القانون بتاعنا انت بتشوف الاكوموديشن اللي حلته قد ايه خليه يستعمل الترتين ورايح التالت. فاذا كان عندي 45 سنه يبقى هعمل 2 اكوموديشن نوب. طب لو عندي 50 هعمل 1.5. لو عندي 55 هعمل نص او 3/4. لو عندي 60 ما عنديش خالص. مش كده؟ فاذا كل عشان كده كل شويه تلاقي اقول لك كل واحد يا دكتور اللي هغير من اسم ضربه القرايه. ليه؟ عشان الاكوشن الفور عماله تقل. فهمتوا كويس الكلام؟ عندك موضوع بعد كده بقول لك بلاش الموضوع ده خليك ده موضوع مش موضوع اصلا لو كنت اتكلم. عايز اقول لكم على حاجه عشان الخبطكم كل اللي خدناه بقى يلا نطلع. لا لا نط فكتاز خالص ليه؟ لا ما بتحبهاش خالص. في حاجه اسمها سكشن ما بتحبهاش خالص ما خالص ما بتحبهاش خالص. تعالوا لخبطكم ركزوا معايا عشان نتكلم ضمير. احنا ايه الطريقه اللي كنا بنعرف بيها مقاس النظارات؟ اللي كان اسمه تعليمها في الرابعه متعلمها حاجه اسمها ريتنوسكوب اللي هو دلوقتي الاحدث منها الجهاز الكمبيوترايز اللي اسمه قطر. في الامتحان فاكرين لما كان بيجي في الامتحان قلت لكم ده سؤال اورال مهم قوي امبارح قلت لك مثلا يجيب لك كده اقول لك وليكن ماينس 1 ماينس 3 ده كان ناقص ايه ده؟ كومباوند لما يقعد ده فريد وده فريد ولا اجانب؟ يجي يعمل لك كده وليكن 0 بلس 2 يجي يعمل لك كده بلس 1 ماينس 2 يعني خلينا ناخد الكلام ده نقول كامثله عشان تعرفوا بس الفكره في ايه. الكلام ده طالما عملنا كده يبقى هو عمل ريفلكشن بالايه؟ المشكله بقى في الريتمسكوب انك عشان تعرف تعمله لازم تكون موسع الكبل. فاكرين الانيميشن قلت لكم؟ خدت بالكم الكبل كده ليه قد ايه؟ بنوسع بايه؟ المشكله في الاتروفين انه سايكلو بلازيو يعني بيضيع الايه؟ التون. بس الاكوموديشن بتاع مين؟ التون. ولما التون يضيع العضله تبقى ريلاكسد على الاخر فاللينس بتاعتي تبقى الزنوز يعني مشدوده على الاخر لان السبيس بقى واسع قوي فلسه الافلات على الاخر فيطلع ارقام ما. بعد تاثير الاتروبين ما يروح مين بيرجع اتفقنا؟ التون. ولما التون يرجع العضله بتكونتراكت شويه فالزنيوز بترتخي سنه فاللينس بتتخن شويه. فالنقطه اللي كانت هنا تطلع لقدام والنقطه اللي كانت هنا تطلع لقدام. كل ما اللينس تقوى كل هيطلع لقدام. النقطه اللي كانت هنا تطلع ايه ده؟ تطلع لقدام قد ايه؟ احنا اتفقنا قانون واحد دايوبتر. ايه ده يعني في واحد دايوبتر سيادتك لازم تشيل من الرقم اللي طلع لك اثناء الفحص لان الواحد دايوبتر ده كده كده هيتشال لما التون يرجع.
فاذا الرقم اللي طلع لك هو مش الرقم الحقيقي لسه هتشيل منه واحد. اذا لو انا بعمل الاتروسكوب لبني ادم دلوقتي اندر اتروفين لقيت صورته عالريتنا، هو في الحقيقه صورته مش عالريتنا لما التون يرجع تبقى قدام الريتنا بواحد، يعني هو ماينس واحد. ولو هو ماينس واحد هيبقى في الحقيقه هو ماينس اثنين، ولو هو بلس واحد هو في الحقيقه هيبقى ايه مترو. كل حاجه تطلع لقدام واحد. عشان كده بقول لك ايه اطرح. طب المره دي بقى طرح جبري شيل واحد، ما هو ماينس 1 ماينس 1 يبقى كام؟ يعني لو هو طلع في الحقيقه ماينس 1 يعني طلع هنا ماينس 1، فلما التون يرجع واللينس تبقى مور كارد الصوره تبعد قدام واحد تاني يبقى النتيجه ماينس 2 مش كده؟ فانا بقول لك اطرح طرح جبري، ولو هو زيرو شيل منه ماينس 1 يبقى النتيجه كام؟ ماينس 1. ولو هو بلس 1 ماينس 1 يبقى كام؟ زيرو. يعني اطرح طرح جبري هنشيل اذا واحد دايوبتر من النتيجه. ليه؟ لان التون هيرجع. لسه ما خلصوش، ده في واحد تاني هنشيله. واحد بتاع ايه؟ عشان تقدر تشوف اصلا الريفلكس جوه العين يبقى بينك وبين العيان متر. هو احنا فاكرين من ساعه ما بدانا ايرور ولا فلقنا كونديشن اوف ريفراكشن ويز اكوموديشن كومبليتلي اترس انسدنت بارلل ريز فولينج اون ذا ايه ده؟ يعني انا المفروض بقيس الريفراكشن بتاعي هكون بتاع كل الناس بتاع مين؟ الريز البارلل اللي هي جايه منين؟ 6 متر او ابعد. حلو قوي. لكن الجهاز بتاعي ده وطريقه الفحص بتاعي انا اشتغلت مع بعض كام؟ يعني الريز جايه من الجهاز ازاي؟ فالريز اللي جايه دايفرجن من على بعد متر لقيتها هنا. الطبيعي ان الريز المفروض كانت تيجي ازاي؟ حلو. طب لو انا عايز اشوف نتيجه الريج اللي جايه من على بعد متر، واحنا عارفين ان الفوكس على مسافه متر يبقى بكام ده؟ وانا مش عايز الواحد ده، انا مش عايز مسافه متر، انا عايز الريج تيجي ازاي؟ بارلل. فاذا كانت دايفرجنت وقع هنا يبقى بالمنطق والعقل البارلل هتقع قدام اكتر ولا لا؟ اذا كان اللي كده وقع في مسافه ما. في الحقيقه بقى الريز البارلل اسهل، المفروض تطلع لقدام يعني ما تبقاش هنا في الاهل. صح؟ طب انا عايز اعرف الفرق قد ايه؟ الفرق هو ايكوال الباور. الباور بتاع الفوكال ديستانس دي، الفوكال ديستانس 1 متر، يبقى 1 على 1 بكام؟ اذا في واحد ده اكتر زيادتك حملته على العين بلا داعي، حطيته غلط. عشان انت جهازك اشتغلت للاسف مضطرة من على بعد متر، وده المفروض ما يحصلش. بس عشان انت عارف انك شغال على بعد متر تحديدا، طب لو شغال على بعد نص متر يبقى المفروض يشيل كام؟ اثنين. وشغال على بعد تلت متر لو قربت من الجهاز اكتر شيل ثلاثة، لان المفترض ما تحطش لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، المفروض الريس تيجي ازاي؟ فهمت الفكرة؟ يبقى هنشيل كمان واحد دايوبتر سيادتك حملته على عين العيان بالخطأ. ايه ده؟ يعني لو الريس بتاعتي والفحص بتاعي قال لي ان البيشنت اذا بلس 2، فلما التون يرجع هيصلح واحد وفي واحد زياده انت عشان مسافتك، يعني انت ايه كده؟ ايه يعني شلت اثنين من الاثنين؟ طب لو كان صورتي عريت انا دلوقتي اثناء الفحص يبقى ماينس 2. يبقى اذا اي نتيجه شيل منها ماينس 2، واحد بتاع المسافه وواحد بتاع التون لما يبقى ريستور لما التون يرجع. واذا انا عايزك بقى تبقى مختلف عن كل الدفعه. لما تيجي داخل في الامتحان ويعمل لك الكروس ويقول لك ايه ده؟ قول له حضرتك قبل ما اقول لك ايه ده؟ حضرتك شلت الاثنين ده عقلي ولا شيلهم انا؟ بس انا عايزك تقول الجمله دي. ازاي؟ ليه؟ هتنزل عليها. انت عامل فيها فاهم مش كده؟ مين قال لك المعلومه دي؟ اعترف. الجمله دي هتفرق جدا. ليه بقى؟ ده قبل ما تقول النوع وقبل ما تقول النظاره. هقول لكم على مفاجاه تعالوا نحل مع بعض. تعالوا نبدا نحل بقى. هتتفاجئ مفاجاه جميله جدا. مش كده؟ في ميريديان زيرو وميريديان بلس كام؟ 2. الزيرو لما يطلع قدام 2 يبقى ماينس كام؟ يعني الحقيقه ده ماينس 2. وده لما يطلع قدام يبقى كام؟ زيرو. ده بقى سيمبل مايوبيك، ده سيمبل هايبر مايوبيك. ده بقى كمان ويز ذا رول مش اجل. ده الدنيا اختلفت خالص، ده الدنيا اذا
ده الدنيا. وبعدين النظاره هتبقى مختلف، السلندريكال لينس الطول بتاعها اختلف. فانت هتقول كده السلندريكال ماينس 2 اكسس 180، ده انت كنت هتلبسه بلس 2 اكسس 90، حاجه ثانيه خالص. فاذا انت قدامك سؤال اتنين بقى، الرد عليك يكون كالاتي. في الاولى يقول لك لا يا دكتور انا شلت، عشان هو ما يقعدش يخرج بقى في الدايليما يقعد يطرح ويدور. او يقول لك السؤال عن كده، هما الاثنين دايركتورز دول بتوع ايه؟ هتقول له واحد دايركتور بتاع ديستكس وواحد دايركتور. انت كده انت باين معلومات زياده، يعني هو ما كانش في دماغه انك انت هتجاوب عليه السؤال، يعني ترد عليه الرد ده. يبقى انت كده بتاخد ادفانتج اكتر. واحد ديستنس واحد ديستنس واحد بتاع التون في مصر. اذا اي كروس قدامك قبل ما تقول النوع وقبل ما تقول النظاره هيسال السؤال ده. حاجه من كده يقول لك اه شلتهم، يبقى انت كده كسبت بونت انك انت بينت انك انت فاهم. يا اما هيحاول يتاكد انك انت فاهم المعلومه صح بقى بتوع ايه دول، وبعدين يقول لك اه شلتهم برضه في الاخر، او يقول لك لا شيلهم انت. فتبدا تشيل وتعرفه انك انت فاهم وغيرت النوع تماما. اكيد لو انت داخل بوست 10 محدش يوم قال الجمله دي، اكيد انت كده ديفرنت، اكيد انت كده احسن كتير. طيب تعالى نشوف دي بلس 1 ماينس 2، دي اللي كانت مجننه بقى. بلس 1 هنا ماينس 2 هنا، تخيلوا بقى ماينس 2 ده هيطلع قدام 2، يعني هو ماينس كام؟ ماينس 4. بلس 1 هيطلع قدام 2 يبقى ماينس 1. ايه ده خدت بالك ان هو اتغير برضه؟ اه ده لما كان ميكسد بقى كومباوند، شفتوا ازاي؟ فاذا هنا مهم جدا الموضوع ده. على فكره الكلام ده بيفرق حتى في عمليه النظرات الحقيقه، مش بس عرفتها في رابعه. لو انت مش فاهم صح هتعك الدنيا خالص. فاذا الموضوع ده مهم جدا، بيفرق في الامج بتاعتك في الامتحان. كله فاهم ولا حاجه اتلخبط؟ قلت لما بقيس بالاوتو بقى اوتو ريف، لا الكلام ده اوتو ريف، لما تحطش اتروبين والجهاز المفروض ان هو رايح جاي ازاي؟ عشان كده هو عامل لك الطريق الطويل اللي اتفقنا عليه. فالاوتو ريف مفيش الكلام ده، الكلام ده في الالكتروسكوب. واصلا الطريقه دي لما اعمل لك كده هو جاب ده بالالكتروسكوب مش بالاوتو ريف. يعني لما الاوتو ريف ما ينفعش كده، الاوتو ريف بيطلع على طول جاهز زي ما شفنا كده على كيس النظاره. سير سيلندر اكسس. اذا دي طريقه الالكتروسكوب. فلما اعمل لك كده يبقى انت فاهم ده الالكتروسكوب، والالكتروسكوب فاهم ان في حاجتين ديستنس وتو. طيب انتوا كويس؟ طيب اخر حاجه هنختم بيها الكونتاكت لينس. الكونتاكت لينس يا جماعه اظن هي جت مره واحده. السؤال بيجي في الكونتاكت لينس ادفانتجز اند ديس ادفانتجز. اظن لو انا جيت لاي بني ادم نام ميديكال ماشي في الشارع قلت له على صوت اللصقه اخبارها ايه، حلوه ولا وحشه؟ هيقول لك حلوه علشان ها كوزماتيكالي افضل، شكل احسن، كمان بيديك فيل اوسع، كمان بيديك سايز وديستنس اوبجكت نيرلي از نورمال، لان حجم صوت الرقم صغير بس كام في الميه؟ 11%. اذا دي ادفانتجز. لو قلت له ايه مضاعفات العدسات اللاصقه؟ كل الناس هتقول لك انفكشن، عدسه نفسيه تبقى انفكتد، ابريجن، السر، ديبوزيتس على اللانس، مش كده؟ فورين بادي سنسيشن، الرجي، فاكرين الجي بي سي، جاينت، بابيلري، كونجنكتيفايت. اذا هتعرف تقول كلام انت من غير ما تقرا الموضوع، هتلاقي نفسك عمال تقول معلومات في الجول، معلومات مظبوطه. طيب الانديكيشنز بتاع كونتاكت لانسز، لو انا عايز اقول لك انديكيشنز. ها؟ ايه رايك؟ انديكيشنز اوف كونتاكت. كوركشن اوف اوبتيكال يعني، مش كده؟ هو اوبتيكال انتريكت ايرور. كوزماتيك في عدسات ملونه مش كده؟ اخضر و جراي وبلو. طيب ايه كمان؟ ثيرابيوتيك، فاكرين كورنيال السر؟ ثيرابيوتيك في حالات الريزيستنت كورنيال السر او البرفوريتد كورنيال السر او حالات الديسماتوسيد. ارجعوا لكورنيال السر هتلاقوا في كان ثيرابيوتيك انديكيشنز كتيره جدا. كمان في حالات الكيراتوكونس، فاكرين الهارد او الريجيد كونتاكت لينسز؟ اذا انديكيشن تجميعه تاني الحاجات اللي اتقالت قبل كده. اذا في اوبتيكال كوركت ايرور، حالات الكيراتوكونس، كمان في حالات ثيرابيوتيك، في حالات كوزماتيك. اذا الكونتاكت لينز جاست فور ريدنج. الموضوع اللي في اخر الكلام، اخر موضوع اسمه الريتينوسكوبي، مش عايز اتكلم حاجه في الريتينوسكوبي اللي انا قلته. يعني الريتينوسكوبي مش عليك موضوع اصلا، الفكره كلها في الريتينوسكوبي المكتوب ده كله، انا عايز اوصل للمعلومه دي. انك يو هاف تو ريموف تو ذا افترز من النتيجه. واحد بتاع الديستنس وواحد بتاع ايه؟ التو. بس ابلاين. لكن الكلام الدش اللي انا كاتبه ده ولا تبص فيه خالص. كده احنا خلصنا الايرورز
from A to Z. اي نقطة ناقصة اي كلام ميسنج اي هوب احنا نذاكر على طول. وتعالوا على طول نعمل في امتحان، نعمله امتى امتحان؟